السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مجددة لكم أحبابي في درس جديد، الكل مستفيد مع قناة مصدق رسم. وموضوع تعليم رسم المناظر الطبيعية بسر واحد يجعلك محترف بالفرشاة، لذلك تبعوا الفيديو، هناك أسرار وتقنيات جديدة ورائعة غتستفدوا منها كثيرا. في البداية تخطيط المنظر، ولاحظوا الجبال اللي على خط الأفق وخذات المساحة الكبرى الفوق من المنظر، ثم التلال تحت مباشرة والبيت وما تبقى من المنظر، فيه بحيرة وفيه ثلوج وأشجار صنوبر. دائما التخطيط ديالي للمنظر كيكون سهل ومبسط وتدريجي كيف ما كتشوفوا. لاحظوا الأشجار في الأخير، ثم التلوين اللون الأزرق. لاحظوا درجة اللون الأزرق كيفاش دايره، ممكن نغير اللون بإضافة البنفسجي أو الأخضر على حسب اللون العام للمنظر، غيكون انعكاسات على الثلوج في نفس درجة هذا الأزرق مع إضافة للبنفسجي، وغتشوفوا هذا الشيء من بعد ما غتنتهي اللوحة. المهم ندير الطلق ديالي بفرشاة الأنجولو، ممكن نغير رقم الفرشاة، ندير فرشاة كبيرة، ولكن دائما أقول ما دامت يعني مقاس اللوحة 60 على 50 سنتيمتر، الفرش كتكون صغيرة على حسب المساحة ديال الكنفاس ديالي. دائما ناخذ فرش اللي كتليق بالمساحات الصغيرة، وهذه فرشاة الأنجولو كنحاول نلون بها لون السماء بكل سهولة وبساطة. المساحة اللي أطر دائما كنمشي على التأطير وعلى التخطيط ديال المنظر، ما نفوتش الخط اللي حددت للجبال، والجبال هنا راه كتحدد ليا لون السماء والمساحة اللي غنلون فيها السماء. بدلت الفرشاة باش ناخذ مساحة أكبر للون الأزرق. غنمشي للبحيرات، البحيرة الأولى غندير فيها لون تيركواز أو لون أزرق وبنفسجي. لاحظوا درجة اللون كتغير على حسب كل وضعية ديال العنصر في المنظر الطبيعي. العنصر هنا هو البحيرة وما تبقى منها على الجهة اليسرى، غنغير اللون بإضافة لون أزرق قوي معه بطبيعة الحال البنفسجي، ثم نفتح اللون. المهم غندير طبقات للون الأزرق في البحيرة، لأن كيف ما أقول دائما الانعكاسات الضوئية كتبدأ انطلاقا من لون الفراش، ثم غندير اللون الأزرق والأسود وشيء من الأخضر خفيف والبنفسجي كذلك. درت مساحة من البحيرة الفوق، نفس الطبقة غنديرها في البحيرة الأخرى، ثم غندير ما تبقى هنا في المساحة اللي بقى خاوية اللون تيركواز، وتيركواز درت فيه الأزرق والأخضر وضفت ليه الأسود والأبيض بطبيعة الحال، لأن الأبيض دائما كيدخل في التركيبة ديال الألوان كيفتحها ويعطيها انسجام. ثم ندير لون بنفسجي والأسود على البحيرة اللي في أقصى اليمين أو أقصى اليسار عفوا، ثم ندير اللون الرمادي والأزرق وشيء من البنفسجي. لاحظوا درجة اللون، غنقسم كل جبل، ندير لون ظل على الجهة اليسرى ونخلي المساحة اللي في الجهة اليمنى خاوية، غندير فيها لون آخر كيف ما غتشوفوا. ولاحظوا راني حددت الشكل ديال الجبل والقسمة ديال الجبل حددتها بقلم الرصاص، وكنمشي اللون على التأطير والتخطيط مباشرة. لاحظوا كيفاش حددت الخط اللي غادي يقسم ليا الجبال، كذلك بالنسبة للجبل الوسط، ونفس الدرجة ديال اللون كنضيف بعد طبقات فقط، كنزيد شوية الأسود والأزرق والبنفسجي باش نغير دائما طبقة اللون. كما أقول دائما أن الانعكاسات فارضة وجودها في المنظر الطبيعي. فرشاة الأنجولو لاحظوا فرشاة كبيرة شيئا ما،
باش تسرع لي الوتيره ديال التلوين. هنا ضفت اللون الازرق والاسود قوي، لاحظوا لان هذه الجهه غتكون غامقه شيئا ما، الجهه اليمنى اقصى اليمين كتكون الجهه شيئا ما نازل لي الظل. ثم نعود نكرر اللون ونضيف اللون الاسود على الطبقه، نديرو عف واحد البقع فقط. نبدا في التلوين ديال السحب، اللون البرتقالي. هنا درت اللون اصفر اوكر ودرت اللون البرتقالي والاصفر الحامضي، عطاوني هاد الدرجه هاد اللون فراش فقط بفرشه الانجولو مره اخرى. ثم نخفف نفس الطبقه ديال اللون ونضرب من الفوق باش نعطي اضاءه. مازال غنرجع لهاد السحب باش نحاول نعطيها اضاءه اكثر، لان هاد الطبقه درتها كفراش فقط. غنخفف اللون البرتقالي ونوزعه على الجهه اليمنى. غندير سحب كثيفه جدا، ولاحظوا شكل السحب، سحب متماسكه وكثيفه على الجهه اليمنى. ضفت اللون الابيض باش خففت اللون البرتقالي باش يعطيني اضاءه. نزيد يعني نعطي سحب كثيره متماسكه ومتكاتفه، اللون البنفسجي والابيض والبرتقالي، نفس البرتقالي ضفت عليه الابيض والبنفسجي باش نديرو فوق البرتقالي ويبقى لتحت ديال اللون ظاهر. لاحظوا كيفاش كنحاول نبدل اللون من البرتقالي الى البنفسجي. وعلاش درت فراش البرتقالي؟ لان دائما اللون اللي كيجي الفوق كيأثر فيه اللون اللي لتحت وكيتناغموا ويبانوا بواحد الطريقه جميله في السماء. لاحظوا كيفاش الخلفيه ديال اللون البنفسجي والابيض من الفوق كتعطي البرتقالي، منعكس عليهم اللون وفي نفس الوقت متماسكه الالوان، عطياني كوكتيل رائع ديال الالوان. بطبيعه الحال غنخلي المساحه اللي في الجوانب فيها شيء من البرتقالي. ثم نضيف اللون الابيض مع البنفسجي والاحمر. لاحظوا كيفاش كنعدد الالوان في السحب باش تبان السحب غنيه ومتنوعه في الالوان، انعكاسات بطبيعه الحال ديال السحب والالوان في السماء. نضيف اللون الابيض على اللون البرتقالي اللي في الجهه اليسرى بنفس الطبقه اللي في الجهه اليمنى. وما تنساوش وانتم كتمتعوا بهذه التقنيات الرائعه اشتراك في القناه والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش توصلوا دائما بجديد قناة مصدق رسم. ونتمنى من الله تكونوا كتستافدوا دائما مع قناة مصدق رسم، وكتجيكم طريقة ديال الشرح وتفصيل سهلة بسيطة. نحاول نخفي اللون البرتقالي بإضافة اللون الأبيض والبنفسجي باش يعطيني إضاءة رائعة هنا. ودائما مع نفس العملية إضافة اللون الأبيض فوق الالوان مع خفيف البنفسجي، لاحظوا طبقه اللون خفيفه شيئا ما باش نحاول كما قلت ننوع الالوان وندير تعدد لوني في السماء يعطيني انعكاسات على سائر المنظر. اللون الابيض الان غنختم به باش ندير الاضاءه والانعكاس ونحاول نعطي واحد الشكل ثلاثي للسحب، تبان سحب دائرية. وكيف ما شفتوا راني كنستهدف الفوق ديال كل السحب، كل سحابة كنحاول نستهدفها من الفوق باللون الأبيض. لاحظوا اللون الأبيض كيفاش كيعطي للسحب شكل آخر باش تبان الإضاءة خارجة على جوانب السحب، لأن هاد الانعكاس بطبيعة الحال كيف ما قلت غادي ينعكس على سائر المنظر. اللون البرتقالي بنفس الطبقة اللي درت فيه الأول في السحب، ولكن ضفت شيئا من اللون البرتقالي باش يبان قوي، وملأت به كل المساحة اللي بقات خاوية في الجبل الفوق، لأنني غنبدأ ندخل في تركيبة أخرى من ألوان الضوء. غنمشي للجبل الوسط والجبل اللي في الجهة اليمنى أقصى اليمين بنفس اللون، غنضيف فقط بعض الألوان باش نفتح ونغلق على حساب الانعكاس كما قلت. نعاود نكرر
اللون، لان بعض المرات كيبقاو شي مساحات خاوين خصني ضروري نملأ اللون. هنا ضفت اللون بنفسجي على البرتقالي، ولاحظوا الطبقه تغيرت، بانت المساحه اللي على الجهه اليمنى غامقه شيئا ما، لان هذا الجبل غيكون دائما غامق. ونكمل ما تبقى من لون الاضاءه في السحب، ونبدا الان ننتظر في الجبال حتى تنشف باش نبدا في التفاصيل. لاحظوا كيفاش كنغني الوان السحب باللون الابيض وندخل فيه ضربات ضبابيه. الان غنخفف اللون اللي على الجهه اليسرى في الجبل، لون الظل باللون الابيض، ونديرو كعروق. لاحظوا نحاول نبين هنا ثلوج ذائبه. لاحظوا راه نفس اللون ضفت عليه الابيض، وبديت كنعرق الان كندير عروق. لاحظوا كيفاش كنبني الخطوط، كنحاول نداخل ما بين الخطوط باش تعطيني شكل ديال ثلوج ذائبه. وبطبيعه الحال الانعكاس هنا ديال الالوان السماء غيبدا يبان شيئا فشيئا في المنظر كامل، وابتداء من الجبال. ونحاول نخفف اللون دائما بالابيض ونضيف البنفسجي. لاحظوا كيفاش كنضيف البنفسجي في المساحات ديال الجبل، ضروري غنخلي واحد المساحه ديال لون الظل تبقى لاعبه دورها كيف ما كتشوفوا، لان السر في هذه المساله هو تناغم لون الظل مع لون الضوء، لون الظل الفراش ولون الضوء مكمل لالوان الظل. لذلك انا كنديرو في الاول باش نخلي منه واحد النسبه بعد ما ندير الوان الضوء، هذا مهم. نفس الاشكال غنداخلها ما بين الخطوط، ولاحظوا الان غيرت اللون، نفس الطبقه ضفت عليها اللون الابيض، خففتها باللون الابيض، ماشي لون ابيض 100%، ولكن راه فيه لون البنفسجي والازرق والرمادي، كيبقى يعني اللون دائما فارض وجوده باش تبان الانعكاسات كما قلت. نفس الطريقه هنا غادي نحاول نعطي الحجم للمساحات ديال الثلوج باش نغير حتى الموتيف ويبان واحد التنوع لوني وتنوع شكلي في الجبال. غنحاول دائما نملا الفراغات وما نخليش لون الظل باين 100%، لان هذه ثلوج دائبه والجبل غني بالثلوج. لاحظوا الطبقه ديال اللون هنا رمادي وازرق وابيض، نحاول نخفف به. نجيب الان فرشاه المروح وندير اللون الاصفر والابيض، غنعطيه مساحات ديال الاضاءه على الجهه اليمنى اللي درت فيها اللون البرتقالي. لاحظوا الشكل ديال الضربات ديال فرشاه المروح بشكلها الصغير الدقيق في التحديد، وشوفوا الاتجاه ديالها والطريقه ديال العمل ديالها. كنحاول دائما نضرب بها وهي مسطحه كيف ما كتشوفوا. لاحظوا الموتيف اللي كتصنع فرشاه المروحه الرائعه. لاحظوا كنحاول دائما نجي من الخط اللي انتهى فيه اللون ديال الظل اللي على الجهه اليسرى باش يبقى تبقى الجهه اليمنى باينه والجهه اليسرى باينه. وهذا الجبل الثلجي بطبيعه الحال الانعكاس كيكون على الجهه اليمنى واليسرى كما كتشوفوا. ثم اللون البنفسجي مع الابيض، نحاول نعممه في جهات ونكمل ما تبقى باللون الابيض. ولاحظوا اللون الابيض كيفاش كيحدد ليا الشكل ديال الثلوج في الجبل، وكيفاش كيربط ما بين الجهه اليسرى واليمنى. وحتى اللون الابيض كيجر المساحات ديال الظل وكيبينها كيف ما كتشوفوا. وغنبقى نخدم بهذه الوتيره. الان غادي نجيب اللون الاصفر وغنخفف به اللون البرتقالي، نخلي فيه مساحات قليله لان هذا اللون هو اللي كيناسب الوان السحب في الانعكاس باش يبان الانعكاس باين وواضح. اللون البرتقالي ما عطانيش الانعكاس ديال الوان السحب. لاحظوا كيفاش كنعمم هذا اللون الاصفر اوكر اللي كيحدد ليا منطقه الثلوج. نعاود نجيب فرشاه المروحه اللون الابيض ونسرح الثلوج وناكد اللون الابيض، لان اللون الابيض خاصو يبان في هذه المساحات باش يعطيني جبال ثلجيه واضحه وباينه.
لاحظوا بنفس الضربات، يعني جنب من اليسار الى اليمين، وكنحاول نجرها بطرف الفرشاه، لان فرشاه المروحه رائعه عند زوايا مسننه، كتعطيني ضربات وكتحدد لي الموتيف بشكل يعني رائع. لاحظوا الضربات، دائما نعطي اللون الابيض بقوه باش نبين كاع المناطق اللي فيها الثلوج، ويبان اللون الابيض طاغي على الثلوج. ثم نحدد المساحه ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى باللون الابيض، لاحظوا باش تبان الان الثلوج ويبان الجبل الثلجي. اللون الابيض كيلعب دور في تحديد الثلوج في الجبال. نمشي للجهه اليسرى، ثم نبدا الان في تحديد لون الظل للتلال. التلال غتكون معشوشه بها فيها اعشاب حمراء كيف ما غتشوفوا، وغادا تعطيني دفعه اخرى ونكهه اخرى للمنظر. درت اللون الاسود والبنفسجي والاحمر، وعممت هذه المساحه كلها ديال الظل بفرشاه الانجولو مره اخرى، شكل اخر من الفرش، فرشاه الانجولو شكل اخر. شوفوا كيفاش غيرت اللون على الجهه اليسرى باضافه الاسود والبنفسجي، ونعطي المساحه دائما اللون الغامق حتى نهيئ لون الفراش او لون الظل باش نبدا نستقبل ما تبقى من الضربات. ولاحظوا درجه اللون والتاثير ديالها على المنظر، كيفاش بخرت الوان الجبال وانسجمت معها، لان اللون غامق هنا والوان الجبال فاتحه. لاحظوا الكوكتيل اللي عطاو والجمال اللي عطات الالوان. هذه العمليه ديال انسجام الالوان كتبغي بعض الذكاء باش دائما نعرف اللون اللي غادي نوجهو يستقطب اللون الاخر. بنفس اللون غنرسم اشجار الصنوبر بفرشاه المروح. لاحظوا ضربات فرشاه المروح، كندير واحد الخط عمودي من الفوق لتحت ونبدا نرسم في الاشجار. لاحظوا كيفاش كنضرب ضربات خفيفه. بطبيعه الحال اللون راني ضفت ليه الاسود باش يبان مغاير للون التلال، وهذا التلال المعشوشه. بلاحظوا الان كيفاش بانت اشجار الصنوبر على اقصى الجهه اليمنى، ونزيد بها هرميا كيف ما كتشوفوا من التحت الى الفوق، دايره شكل هرم لانها خاصها تكون داخله في التلال وبين في مقدمه الصوره. الخلفيه هي التلال الان، اما الاشجار كتبان قبل منا. ولاحظوا قسموا المنظر الطبيعي الى اجزاء، دائما كتبان لكم الصوره الاولى والصوره الثانيه والصوره الثالثه هي الجبال اللي في الخلفيه. ثم غنضيف اللون الازرق والبنفسجي على نفس الطبقه، ونبدا نظلل في البحيره باللون الاسود والبنفسجي والاحمر. نبدا نضرب بضربات من الفوق لتحت بجرات، غتعطيني انعكاس ديال الظل في البحيره. لاحظوا كيفاش فرشاه المروحه كتعطيني الانعكاس بشكل رائع وجميل. غنمشي على طول المساحه ديال البحيره اللي على الجهه اليمنى، ثم غنجي البحيره اللي في اقصى الصوره لتحت، نحاول ندعم هذا اللون باش يعطيني ظل تما، لان دائما الانعكاس ديال الجبل كيكون في البحيره. الان غنجيب اللون الاحمر والابيض والبنفسجي، وغنبدا نضرب بضربات فرشاه المروحه ونبين مروج وحشائش واشجار غتبان بعيده. لاحظوا درجه اللون ولاحظوا الضربات ديال فرشاه المروحه بالطرف ديالها. فرشاه المروحه فيها شكل نصف دائره، كتعطيني الموتيف ديال الحشائش والاشجار اللي في التلال، رائعه. وغنمشي على طول هاد التلال بنفس الشكل. لاحظوا كيفاش كندير الاضاءه، كنبين الجهه اليمنى ونخلي الجهه اليسرى، ودائما ما بين الضربه والضربه كنخلي واحد المساحه ديال لون الظل باش يبان ليا الشكل ببعد ثلاثي كما اقول. غادي نحاول دائما ننوع من الضربات
ونحاول نصنع حتى الموتيف ديال شكل الجبل ونغير من اللون. لاحظوا كيفاش غيتغير اللون بإضافة الأزرق والأبيض على نفس الطبقة، ما نغيرش اللون كامل ولكن نضيف على نفس الطبقة الأولى اللون الأزرق والأبيض والبنفسجي بطبيعة الحال، ونحاول ندخله حتى في هذا اللون الأول اللي درت فيه البنفسجي والأحمر والأبيض والبرتقالي. دائما كنمشي بنفس الطريقة، ضربات ديال الفرشاة المروحة. الآن اللون الأزرق والأبيض والبنفسجي نحاول نعطي واحد المساحة مضيئة لتحت فيها انعكاس ضوئي لكي يبين الألوان ديال البحيرة وديال السماء من عكس على ديك الزاوية، لأن كما أقول دائما الصورة لها انعكاسات على كل العناصر اللي كاينة في المنظر، البحيرة والجبال والسماء كل لون كينعكس على الآخر كما أقول دائما. لاحظوا كنحاول نكرر اللون اللي بديته ونضيف ليه اللون الأبيض، نحاول الرابط ما بين الموتيف الضربات والضربات باش نشكل تلال اللي عامرة بالأعشاب والحشائش الحمراء اللي كتشوفوا. ونحاول دائما نبدل حتى الضربات باش نعطي شكل ديال الأشجار مغايرة. هنا غندير اللون الأبيض وبنفسجي ورمادي، غنديرو على السفح ديال التلال باش تبان كضباب خارج ما بين الجبال والتلال. لاحظوا بجرات بفرشاة المروحة، لاحظوا كيفاش كنجر جرات باش نبين الموتيف ديال الضباب، وفي نفس الوقت كيبين حتى الانعكاس الاخر اللي درت باللون الازرق والبنفسجي. نحاول ندعم اللون ونحاول نعطيه قوة من الجوانب لتحت باش يبين ليا حتى اللون اللي كاين في الاول. نضيف واحد اللون الابيض بجرات، لاحظوا جرات وضربات غنعطي فيه الإضاءة وتبان الإضاءة والانعكاسات الضوئية في هاد التلال. لاحظوا ضربات خفيفة فقط غتبين لي اللسعات ديال الإضاءة بنفس اللون. غنحاول نعطي واحد المساحة في لون ظل الجبال بنفس اللون ديال التلال اللي درت لتحت بفرشاة الأنجولو باش يبان اللون ديال الجبل فيه واحد ضربة من لون التلال تحت، وبالتالي يبان ترابط لوني في المنظر. وهاد المسألة ديال الترابط دائما أقول بها، لأن الألوان في المنظر عائلة كما أقول دائما. نمشي الآن لأشجار الصنوبر، وعلى كل جهة شجرة غندير اللون البرتقالي مع البنفسجي والأحمر بفرشاة الأنجولو، ندير إضاءة على الجهة اليمنى. لاحظوا كيفاش كنجيب الخطوط عمودية من الفوق، ثم اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض بفرشاة الأنجولو، غنسرحو لتحت ندير ثلوج مضللة لها الانعكاس الضوئي وكتبان بهذا الدرجة ديال اللون فيه الأزرق والبنفسجي والأبيض. لاحظوا كيفاش كنحاول نضرب بفرشاة الأنجولو بالطرف ونجيب خطوط عمودية تابعة لكل شجرة من الصنوبر باش تبين حتى الجذوع الرقيقة اللي كاينة وسط الأشجار. نجيب فرشاة الأنجولو مرة أخرى وندير نفس اللون ديال الثلوج، نديرو أشجار إضاءة للأشجار ديال الصنوبر، غتكمل اللون البرتقالي ويبان تماسك لوني جميل تما. نحاول نكرر وندير الآن لون ظل للثلوج لتحت، لون أزرق وبنفسجي وأبيض وأسود، وغنحاول نبدل الطبقة في كل منطقة. لاحظوا هنا هذه المساحة عطيتها هذا اللون وضفت اللون الأسود على الجهة اليمنى، ولاحظوا كيفاش غنبدأ نغير انطلاقا من كل مساحة، فينما كان نبدل المساحة كنغير اللون. لاحظوا على حساب الانعكاس، هنا هذه المساحة درت فيها اللون فاتح لأن هذه مساحة معرضة للإضاءة أكثر بخلاف هاد الجوانب اللي كتكون على الجهة اليسرى والجهة اليمنى كتكون غامقة شيئا ما. وانتوما غتلاحظوا هاد المسألة مني غادي ننتقل للجهة اليسرى غنبدا نغمق في اللون. لاحظوا كيفاش ضفت الآن البنفسجي والأزرق على الجهة اليسرى
ثم غنزيد اللون الاسود كذلك هذه الجهه مظلمه لان الانعكاس ديال الظل ديال المنزل. ثم ما تبقى من اللون هنا غنحاول نلعب بين فتحه ونغلقه على حسب المساحه. هنا غتكون المساحه اغلب مغلوقه بهذا اللون. نضيف البنفسجي والاسود والازرق على نفس المساحه كيف ما كتشوفوا لاحظوا، ونتم جاي تدريجيا وكنغير اللون في كل مساحه ديال اللون، كنغير اللون باش نحترم القواعد ديال الضوء والظل. هنا غادي نغمق اللون، هذه المساحه كلها غتكون مظلله لانها كتظهر بان فيها خلفيه ديال الاشجار ما كتبانش في الصوره. لاحظوا اللون بنفسجي والازرق والاسود. لاحظوا دابا التركيبه ديال الالوان ديال الثلوج كيفاش كتبان، وهذا عفيرش فقط لان غادي نبدا في رسم الاضاءه. من بعد اضاءتها هي غادي ندير فيها مراحل. لاحظوا هذا اللون غامق وانسجم ليا حتى مع لون البحيره، لا البحيره الاولى ولا البحيره الثانيه. الان هيئت اللون ديالي، غنبدا الان في لون الضوء، لون الضوء الازرق والبنفسجي والابيض، وبفرشاه الانجولو غنبدا نعطي واحد المساحات ديال ظل الثلوج. هادو ثلوج ولكن بظل، ثلوج مظلله لان الاضاءه ديال الثلوج غتجي في الاخير باللون الابيض. غندير مساحه ديال الثلوج في شكل ظل، نوزعها في كاع هاد المساحه اللي درت فيها الظل بطبيعه الحال بطرف الفرشاه، ونوزع بضربات خفيفه. لاحظوا باش نشكل حتى التلال هنا اللي فيها الثلوج، غتشكل وتبان وتظهر على اساس انها مثلجه وفيها الثلوج بكثره. بدلت اللون هنا، درت تيركواز لان هذه المساحه دائما واحد الانعكاس خفيف غيعطيني حتى الاضاءه. نمشي في هذه المساحه بنفس اللون حتى الجهه اليمنى، غتبقى كلها ظل لان الثلوج درتها تحت اشجار الصنوبر. الجهه اليسرى اللي حدا البيت نفس اللون كذلك، مع بعض التغييرات الطفيفه كنضيف اللون البنفسجي احيانا والازرق. دائما نغير من الطبقه بخفه. هنا اللون البنفسجي لاحظوا نحاول نديرو في الجهه اللي ظلمتها، لون تركواز مره اخرى وغندخلو في اللون البنفسجي، نخلي معاه واحد المساحه خفيفه اللي غندير فيها اللون الابيض. نعطر المساحه ديال التله اللي جايه على الجهه اليمنى، وندخل كذلك فيما تبقى من المساحات باش ندير ظلال ديال الثلوج بفرشاه الانجولو دائما، لان فرشاه الانجولو دقيقه. لاحظوا الراس ديال الفرشاه كيفاش كيحدد ليا اللون بدقه في كل الزوايا. لاحظوا ضربات ولا ساعات حاولت ننسق التركيبه ديال اللون في كاع المساحه اللي غادي نستهدف فيها الثلوج. لاحظوا كيفاش كنخدم الان اللون الابيض، وبدلت فرشاه، جبت فرشاه انجولو كبيره وعريضه غتعطيني المساحه ديال الثلوج بشكل جميل وغتريحني في العمل. لاحظوا غنمشي لكل مساحه اللي فيها لون الظل اللي درته في الاول وندير فيها اللون الابيض باش اللون الابيض يدخل في اللون البنفسجي والازرق ويعطيني الشكل العام ديال الثلوج. تبان الثلوج مظلله. لاحظوا توزيع لون الضوء واللون الابيض كيفاش كيبان في المنظر وكيفاش كيترجم لي اللوحه الى منظر مثلج رائع. لاحظوا التوزيع دائما كيمشي بنفس النسق، نفس الطريقه اللي درت الضربات الاولى غندير اللون الابيض، ولكن هنا غنعطي للون الابيض مساحه كبيره باش يبان ثلج. دائما بنفس الطريقه كنشد الفرشاه عريضه ونوزع اللون بالشكل اللي كيليق لهاد الضربات، لان الا جيت نحاول نلون بطريقه عشوائيه ما غتعطينيش الموتيف ديال الثلوج. ضروري نجر فرشاه مسطحه باش تعطيني حتى الشكل ديال الثلوج، كتبان واحد التاثيرات ديال الثلوج بهاد الطريقه ديال الضربه ان صح التعبير.
الموتيف كما اقول دائما، نحاول دائما نستهدف المساحه ديال الظل الاولى اللي درت ديال الفراش. الان غنحاول نكرر اللون الابيض، نديرو مره اخرى باش تبان الثلوج قويه، لان اللون الابيض كيوحي بالثلوج ويوحي بمنظر ثلوج رائعه. نحاول دائما نغطي المساحات ونضرب بضربات اللي غتاكد لي اللون الابيض. لاحظوا دائما مع التكرار ومع الضربات اللي غتعطيني اللون. الان غنجيب اللون البرتقالي والاصفر والبنفسجي، لاحظوا، وغندخلو في اللون الابيض، غيعطيني انعكاس ديال الجبال وديال التلال. لاحظوا اللون كيفاش انسجم مع المنظر بلمسات. طبيعه الحال راني الصباغه البيضاء باقا ما نشفتش، كندير الضربات باش تنسجم معها، لان الصباغه كتساهم في الليونه ديال اللون. ملي كنوضع اللون كيكون لين في الصباغه وكينساب وكيندمج بشكل رائع. لاحظوا دابا كيفاش بان هذا اللون مع المنظر. ثم غنبدا نوزع في اللون البنفسجي في المساحات ديال الظل ديال الثلوج. بنفسجي خفيف، بالتالي كنحصل على منظر مثلج رائع. الان غنلعب الان على الظل في البحيره، لون بني، لون احمر واسود واصفر، غنديرو تحت البيت في البحيره. نعطي الفراش الاول لان هذا اللون ما غيبقاش، غادي نضيف لون اخر اللي غيعطيني بطبيعه الحال انعكاس ديال البيت وديال الجبال والتلال. ثم ندير اللون الاسود مره اخرى، نبينه هنا بطريقه كيف ما كتشوفوا رائعه، ويحدد لي حتى المساحه ديال الكتله ديال الثلوج. لاحظوا هاد التحديدات ديال اللون الاسود كيفاش حددت لي المساحه ديال الثلوج في البحيره. ثم اللون الاسود والاحمر غنبدا ندير في ظل في البحيره اللي على الجهه اليمنى، ونغني هذا اللون لان هذه المساحه خاصها تكون غامقه وعندها انعكاس ديال التلال والجبال. نحاول نغني المساحه بشكل كبير وندير هذا اللون هنا يكون طاغي فيه البنفسجي والاحمر والاسود، ولكن نخلي واحد المساحه ديال اللون التركواز اللي غيبين ليا البحيره. نمشي للبيت ونمشي للثلوج ونبدا نعمق في اللون الاسود ما بين الثلوج، ونعطي ظل في البحيره غيبين ليا الشكل ديال الثلوج. الان اللون البني خفيف، لون احمر وبرتقالي وابيض وبنفسجي اعطاني هذا اللون. غنبدا الان نلون في البيت، غنضيف على نفس الطبقه اللون الاسود والاحمر وندير على الجهه اليمنى لون ظل بنفس الفرشاه انجولو. الان غنبدا نلون في البيت باش نبدا رسم في التفاصيل الاخيره. غادي نضيف اللون الاسود على نفس الطبقه باش يعطيني البني قوي هنا، ويبان اللون ديال الضوء معزول على لون الظل. نمشي لاشجار الصنوبر، نخلي البيت حتى ينشف باش نبدا في التفاصيل الاخرى. الان غندير فرشاه المروحه باش نرسم اشجار صنوبر صغيره بعيده كتبان. لاحظوا العمليه اللي كنرسم بها اشجار الصنوبر، كندير خط طولي من الفوق لتحت وكندير اشجار يعني اوراق شجر الصنوبر بفرشاه المروحه بضربات مسطحه كتعطيني فرشاه المروحه الشكل ديال الاشجار ديال الصنوبر. لاحظوا توزيع المساحات ديال الاشجار وشوفوا الشكل ديال الاشجار، يعني كنحاول نحافظ على الابعاد ونحترم الابعاد ديال وضعيه الاشجار. اشجار صغيره كتبان بعيده، اشجار بعيده كذلك كتبان لها شكل عام في البعد. نحترم هذه الابعاد بهذه الضربات. ثم نوزع ما تبقى من الاشجار، غادي تغني لي المساحه ديال المنظر وغتعطيني غنى ديال العناصر في المنظر الطبيعي. طبيعه الحال درت اللون الاسود والاحمر والبنفسجي لان اللون الاخضر هنا ما مناسبش هذا المنظر تماما.
لذلك غندير اللون الاسود والاحمر والبنفسجي في توزيع الوان ظل اشجار الصنوبر. لاحظوا المساحات ديال الظل اللي كنوزع في الثلوج، كتعطيني تنوع وتعطيني لمسه اخرى للالوان باش تغني لي المساحه ديال الالوان. ثم اللون الاسود غنحدد به الثلوج اللي في البحيره الاخرى، ودائما بفرشاه المروحه. لاحظوا كيفاش كيتحدد اللون بطريقه رائعه، كيعطيني واحد الضربات جميله. ندير جذوع باللون الاسود والاحمر في مقدمه الصوره على مستوى الثلوج اللي في البحيره اللي منساب على البحيره، وندير كذلك جذوع هنا في مقدمه الصوره، جذوع صغيره غتشد مقدمه ديال الصوره، غتبان في الواجهه مباشره باللون الاسود والاحمر. نوزع حشائش وجذوع على كاع هذه المساحه بنفس اللون. طبيعه الحال درع اللون الاول، غادي ندير اضاءه من بعد باش نبين حتى انعكاس لون الثلوج على جميع عناصر المنظر. ولاحظوا الان فرشاه المروحه كيفاش كتخدم بطريقه جميله، خدمت بها في هاد العناصر بشكل كبير. كدير لي الحشائش والجذوع والاشجار، وكذلك نحدد بها بعض لي موتيف. للتذكير لوحه 60 على 50 سنتيمتر، لذلك كنستعمل فرش صغيره لان اللوحه صغيره. على ظهر وعلى خلفيه البيت غندير اشجار الصنوبر كذلك. ولاحظوا هاد الوضعيه ديال الاشجار والتشكيل ديال الاشجار كيفاش ترجم ليا المنظر وحوله الى منظر جميل رائع غني بالعناصر. الان غنجيب اللون الابيض، المساحه اللي خاويه في اللون اللي في سقف البيت غندير فيها اللون الابيض. طبيعه الحال هذا لون فراش، لانني غندير الوان اخرى. غتبين لي الثلوج الان اللون الازرق والبنفسجي، غنحدد به المساحات ديال الظل في البيت ثم تحت المدخنه، وندير ما تبقى وندمج الالوان. غتبين لي السقف ببعد ثلاثي، ثم نبدا نحدد في البيت بخطوط الطول والعرض على المساحه ديال الحائط. ندير كذلك هذا الباب باللون البرتقالي والبني، ونحدد الاضاءه والضوء والظل. لاحظوا العناصر اللي غنبدا نخدم فيها هنا، اللون اصفر اوكر غندير به النوافذ على الجوانب ديال الباب مباشره بفرشاه الانجولو، مربعات فقط، ونحدد لها الشكل ديالها من الجوانب. المدخنه كذلك نضيف لها بعض الخطوط، وكذلك المساحة اللي فيها لون الظل في البيت، كذلك السقف. غنبدا نحدد في ألوان الإضاءة ونوزع في ألوان هنا على هذه المساحة باش نحدد حتى الشكل ديال البيت. غنضيف اللون الرمادي والأزرق لتحت في الثلوج وفي البيت وفي السقف. لاحظوا كيفاش كنوزع فيه رمادي و تركواز، كيبان كأنه أخضر منعكس عليه الألوان ديال البحيرة وما تبقى من الألوان. ونوزعه بضربات خفيفة. ندير السقف اللي تحت سقف المنزل باللون البنفسجي والأزرق، ونحاول رسم حتى الدرج اللي كاين في البيت بفرشة الأنجولو، ونحاول ندير واحد التنوع ديال العناصر هنا باللون الأسود والأحمر والبنفسجي، ونحدد خطوط طويلة هنا باللون أزرق تركواز وبنفسجي. المهم غنحاول نغزل البيت بضربات خفيفة من هنا وهناك حتى نبينو على شكله الحقيقي الواقعي. نحدد لي الباب كذلك والنوافذ وهكذا. لاحظوا الآن اللون الأسود كيفاش غيعطي لهذه المساحة ديال الظل لون اخر وبعد اخر في المنظر. وغنغني المساحه اللي فيها الظل غنغنيها باللون الاسود وبني بطبيعه الحال. اسود ضفت لي اللون الاحمر والبنفسجي
ولكن قويت اللون الأسود، ونبدأ نعطي إضاءة لأشجار الصنوبر باللون البرتقالي والبنفسجي بفرشاة المروحة، غتعطيني الإضاءة لكل الأشجار. لاحظوا غنعطي الإضاءة لكل الأشجار باش نأكد مساحة ديال لون الضوء في أشجار الصنوبر كذلك، لأنني درت لون أسود وبنفسجي وأحمر فقط، وهذا ما غاديش يحترم ليا قانون ألوان الضوء. ضروري خصني نعطي إضاءة في كل عنصر في المنظر الطبيعي باش يبان المنظر الطبيعي متكامل. الآن الجذوع غنعطيها إضاءة بفرشاة المروحة اللون الأبيض والأصفر بضربة واحدة فقط، غتعطيني الإضاءة وما كنكملش كاع العناصر اللي في المنظر، لأنني كنبغي دائما نعطي المفيد في المناظر باش تبان، وحتى أحبابي يستافدوا من كل خطوة من الخطوات اللي كندير. الطبقة الثانية للون بإضافة الأبيض، ونعطي الإضاءة للحشائش اللي كاينه في الثلوج والجذوع، ثم الإضاءة الأخيرة في البحيرة باللون أحمر وأبيض وبرتقالي وبنفسجي. غنعطي إضاءة في المساحة ديال البحيرة بفرشاة المروحة. لاحظوا ضربات فرشاة المروحة كيفاش غتأكد لي الإضاءة في المنظر في البحيرة، وغيبان الشكل ديال البحيرة منعكس عليه الإضاءة بشكل رائع. ضربات عمودية من الفوق لتحت، وغنضرب بها وهي مسطحة باش تعطيني الإضاءة. وهذه لمسات الأخيرة، كنضيف اللون الأبيض فقط فوق الألوان باش يعطي حتى انعكاس ديال اللون الأبيض على البحيرة مرة أخرى، وبعض الروتوشات اللي غنهي بها المنظر الطبيعي ديالي، ونعطي الإضاءة الأخيرة لما تبقى من المنظر. إضافة اللون الأبيض غتنهي لي المنظر، ثم اللون الأزرق والبنفسجي غتعطي لي انعكاس ديال الألوان ديال البحيرة. بهذه الخطوات أحبابي كنكون نهيت منظر الطبيعي ديالي اليوم. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الأسرار والتقنيات السهلة البسيطة. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى دائما نكون في المستوى وعند حسن الظن. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك والبارتاج بين أحبابكم وأصدقائكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.